قراراتنا اليوم، وهي اللي بدنا نحاول نكون وناخذ منها ريلاكس وطاقه ايجابيه. اكيد فرح، وكمان بتهم كثير عالم لانه عم بيعيشوها ونحن عم نعيشها. أكيد. كمان يعني بظل ضغوط الحياه الصعبه كثير من الاولويات ممكن تتخربط عنا، وممكن يصير عنا حاله ضياع. لنعرف نرتب اولوياتنا بدنا نعرف طرق صحيحه حتى نحقق الهدف اللي حاطينه ببالنا. لكن قبل ما نبدا ونحكي مع ضيفتنا بدنا نشوف هالتقرير ونرجع. نعيش في عالم يعج بالأحداث اليومية والتغيرات والتقلبات ذات الوتيرة السريعة، والتي من شأنها أن تؤثر بصورة مباشرة على الشخص والحالة النفسية والفيزيولوجية والاستقرار، كونه جزء لا يتجزأ من المحيط والعالم الذي يعيش فيه، ويقف ذلك جنباً إلى جنب مع الضغوطات الشخصية التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية، بما في ذلك الضغوط العملية أو المهنية أو العائلية أو الاجتماعية أو الثقافية، والضغوطات الناتجة عن الالتزامات الحياتية المختلفة بما في ذلك الالتزامات المادية وغيرها. لنعرف أكثر عن مفهوم ضغوط الحياة وتسليط الضوء على أشكال هذه الضغوط وأبرز السبل الكفيلة بالتخفيف عنها، خلونا نرجع لاستديو صباحنا غير مع ضيفتنا الدكتورة لبنى بشارة، خبيرة بالتنمية الإدارية. كده بنقول صباح الخير لدكتورة لبنى. صباح الخير. صباح النور. اليوم عم بدنا نحكي عن موضوع يمكن ما في انسان سوري او انسان ما عم بيعاني منه، هي ضغوط الحياة. نعرف منك بالبداية دكتورة شو هي انواع هي الضغوط؟ اول شيء الضغوط هي عبارة عن تفاعل، لنعطي المفهوم بالاول وبعدين بنفوت منه. هي تفاعل بين مؤثر خارجي واستجابة الفرد، فاذا لازم يتوفر عنا عنصرين، إذا واحد منهم مو موجود ما في ضغط، إذا الاثنين موجودين وما في تفاعل معناته ما في ضغط. فإذا موضوع التفاعل والاستجابة الفردية هو العنصر الأساسي بالموضوع. هلأ بما أنه عم نقول في عنا استجابة فردية يعني وحطينا صفة فردية، فإذا هون عم نحكي على فروق وتفاوت بهي الاستجابات من شخص لآخر. معناته شو الفرق بين فرق أو تفاوت؟ الفرق ممكن المؤثر الخارجي اللي يصير على غيري يكون إيجابي له، يكون سلبي لإلي، أو حيادي له سلبي لإلي. فلهذا منقول اختلافات أو فروق. معناته مثلا اثنين تأثروا سلبيا بس حدا لقى انه هو موضوع قاتل يعني وأزمة، وحدا تاني لقى لا انه سيء بس بينحل. فإذا هي هي موضوع الضغوط. أما إذا بدنا نفوت على إدارة الضغوط، فإدارة الضغوط هو التدخل اللي نحن لازم نقوم فيه، معناته هو فعل مقصود. أما الضغوط هو فعل إما مقصود أو غير مقصود من الخارج. أما إدارة الضغوط هو فعل مقصود وتدخل بهدف شو؟ تخفيف هي الآثار السلبية اللي نشأت بسبب الضغوط، من أجل طبعا كله من أجل تحسين مستوى الحياة، أو لنقول لتكون طبيعية. ما بدنا نحسن. ما بدنا نحسن كثير بس على الأقل طبيعية. أكيد. يعني بما أنه بتختلف ردود الأفعال أو الاستجابة من شخص للثاني، خلينا نوسع هيك شوي المجال ونحكي بما أنه جايين هلا على مجلس شعب وتغييرات ترتيب الأولويات بالإدارات. يعني خلينا نعرف كل إدارة وخاصة حتى يكون في عندها أولويات بظل الظروف الصعبة الاقتصادية وهالأزمات، كيف ممكن أنه ترتب أولوياتها؟ ترتيب الأولويات موضوع كتير مهم، سواء كنا عم نعيش ضغط أو ما عم نعيش ضغط. لكن لما نكون عم نعيش ضغط فمثل إدارة ضغوط كمان بيختلف عن إدارة أزمات. الأزمة ما بيكون عنا كتير وقت كافي لنفكر بالموضوع، إدارة الضغوط لا عنا وقت، ففي معنا مجال نفكر ونرتب أولوياتنا بشكل مناسب لنقول أكثر أو أفضل الموجود، لأنه في أمور الضغوط هي منشأة ممكن يكون فردي من الأشخاص المحيطين فينا فنقدر نتجاوزها، أو شيء ما بنقدر نتجاوزه مثل ظرف اقتصادي عام، أزمة اقتصادية بالعالم ما فينا نحن نكون أكبر من هذا الموضوع، لكن بنقدر بقى نشتغل ما يناسبنا ضمنه، فأفضل الموجود منقول. طيب فإدارة الأزمات ما معنا وقت كتير، أما إدارة الضغوط معنا وقت لنحن نقدر نشتغل فيها. كيف منرتب أولوياتنا ونحن معنا وقت لأنه بإدارة الضغوط؟ فمنقول
أول شيء بنشوف أنا شو الواقع اللي عايش فيه. أنا بدي أكون شخص كتير منطقي بالأول، فمعناته لكون منطقي بدي أخرج من حالة القلق والتوتر اللي بتولدها حالة الضغط، بدي أطلع منها لمرحلة التفكير الواعي. تمام، هي نقطة كتير مهمة وكتير عالم ما بتقدر تطلع منها. التفكير الواعي بيصير يقول شو هي أولوياتي، فأنا هون بجي بحدد الأولويات. هي أولوياتي بجوز تكون مفروضة علي لأنه أنا ضمن عائلة، لأنه ضمن مجتمع، ضمن عادات وتقاليد أو قوانين، حتى بيكون الظرف عام فنحن ما بنقدر ننفصل عنه أو نكون أفضل أكيد. من هذا الظرف. صحيح تماما، لذلك فأولوياتي بما مو بس يناسبني ويناسب الواقع. نعم تمام، فبحط هي مجموعة الخيارات لنقول أو البدائل قدامي، وبعدين بقارن. هلأ موضوع حتى المقارنة بترجع تدخل في قصة الأمور الشخصية، لأنه مثلا أنا فرضا مسافر أو ضل، لا أنا بالنسبة لي مانو خيار السفر مانو موجود ضمن خياراتي. فهي لذلك حتى هي المقارنات تختلف بشكل فردي. هلأ شو الأمور الفردية هي اللي بنختلف فيها؟ هي الطباع، هي الشخصية، هي الشعور، هي العلاقات ومستوى ارتباطنا فيها، بالإضافة للمكانة الاجتماعية، الخبرة، هذا كله هي فروقات بتأثر من شخص لآخر. البيئة اللي تربينا فيها. هلأ بعد ما نقول عنا هي الأولويات المتاحة قدامنا، منشوف الأنسب أو الأقرب لإلي، ما يناسبني أفضل الموجود. بعدين بدنا ننتقل لمرحلة كتير مهمة، هي مرحلة التنفيذ. فإذا المرحلة الأولى هي مرحلة التوتر والقلق بسبب الضغط، بعدها المرحلة الثانية التفكير الواعي نوعا ما، لا نقتحم بالتفكير الواعي فعليا، بعدها بننتقل لمرحلة التنفيذ. بس دكتورة عفوا لو قطعتك، يعني أول شيء نحن دائما بنقول حتى نعرف نلاقي حل للمشكلة لازم نفهم المشكلة بطريقة صح. أكيد. اليوم قديه مهم الشخص حتى يعرف كيف يتعامل مع ضغوطات الحياة، يفهم بشكل صحيح هي الضغوطات. البعض بفيق يمكن الصبح بيكون معكر، بحس بمؤامرة كونية إنه هو مانو سعيد، هو مانو مبسوط، في غلب الحياة، في مرض. البعض الثاني بفيق بيقول بسم الله، خلينا نقول بيبدأ صبحه بابتسامة، يمكن بيقول الحمد لله، يمكن فيها في مرض بس أنا بعرف كيف دير بالي، في غلا بس أنا بعرف كيف اشتري مستلزماتي، يمكن بأبسط قيمة ممكنة أو مطلوبة. قدي هذا الشيء مفروض يكون موجود عند كثير من الأشخاص لحتى يعرفوا يتجاوزوا هي الضغوط. أكيد في عنا أساليب بتساعدنا لحتى نطلع نحن من هي الضغوط، وفي عنا مراحل. فالأساليب هي شغلات بسيطة بتساعدنا، مثلا مثل شو؟ مثل أول شيء إذا بدنا نفصل، في عنا ضغوط عمل عن ضغوط حياة عن معيشة، لكن بيجتمعوا غالبا بمحاور أساسية اللي هي إنه بدنا نلاقي التأييد الاجتماعي. فالتأييد الاجتماعي من قبل المحيطين فينا هو موضوع كتير مهم لأنا أقدر استمر. ليش؟ لأنه بيخلق عندي، بيعزز عندي الحافز، فهذا الشيء كتير مهم، بدنا نشتغل على الحافز. طب إذا أنا ما عندي البيئة الحاضنة والداعمة، شلون بدي أشتغل ذاتياً على نفسي؟ أنا هون بدي أشتغل على العقل الباطن تبعي، على اللاوعي. شلون؟ بصير بقول بلاقي النقاط الإيجابية الموجودة بحياتي رغم أنه قليلة، رغم أنه أنا فقدت كتير منها، بس بصير بركز عبدور على الشيء الحلو الموجود بحياتي، بعده موجود بجوز نحن ما نحس فيه. مثلا في عالم تستمتع وهي وعم بتحط شغلة صغيرة بكاسة الشاي أو ياسمينة حدا، بتخلق متعة لو بسيطة هي. صحيح. رغم أنه هي عايشة مثلنا بنفس الظرف يعني. فإذا بدنا نعيش تفاصيل بسيطة ونكون سعداء فيها. هلأ بالإضافة لهيك بدنا، في أشخاص بيدوروا على المتنفس العاطفي. هذا الشيء كمان كتير مهم لأنه ممكن الواحد ينسى الدنيا وما فيها وقت يكون مع شخص هو في مشاعر تجاهه. هاي الحالة كتير مهمة نتواجد فيها. بالإضافة لذلك في شيء اسمه التفريغ. التفريغ شو يعني؟ أنه نحن نخفف الضغط تبعنا بعدة نواحي، إما الكتابة أو الرسم، مثل ما من شوي كان معنا الفنان الأستاذ بشير. في عنا الكلام مع الآخرين، الغناء، الركض. الركض بيفرغ طاقة كتير كبيرة، ما بنقدر نركض نمشي، فهذا بيحرق طاقة. التأمل، لكن التأمل شيء، وفي عنا حالة تانية هي معاكسة اللي هي إذا كنت رايح تنام بالسرير وما عم تقدر بسبب القلق والتوتر، فالنصيحة إنه لا تنام، قوم اعمل شغلة تانية وارجع لتنام فعلياً.
لأنه هي الفترة فترة القلق بتستمر خلال فترة النوم فبتولد قلق أكثر. أكيد. تمام. فهي مجموعة أمور كتير بسيطة نحن ممكن نقدر نشتغل عليها لحتى نتجاوز شوي صغيرة في الضغوط نحن اللي عم نتعرض لها. اللي بدي أقوله هي أكبر مننا، لكن نحن بدنا نقدر نستمر، إنه بدنا نستمر بالحياة، فبدنا نستمر إما بقناعة أو بتغيير واقع إذا منقدر، أو بدنا نتعرض لإعياء نفسي بسبب الضغوط، ونحن لازم نبتعد عن هي الحالات الثلاثة. أكيد. يعني نحن بنتمنى الكل يكون عن جد عنده أمل ببكرة، لأنه الأمل الواحد الشيء الوحيد اللي ممكن يخليك تستمري بنشاط وتفاؤل بحياتك وبسعادة، لأنه الحياة كمان قصيرة مثل ما بيقولوا. شكرا لك على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها دكتورة لبنى، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لكم، وبتمنى لكم نهار ما فيه أبدا ضغوط. شكرا لك دكتورة، ونهارك حلو كتير يكون حلو.